نص لتر ايس كريم يقعد يزقلي كده. ايوه ما هي دي انك تعمل كنترول. هنعمل حلو. أيوة. هو ايس كريم بالشوكولاته وبسكويت في السوق موجود، ده بسكويت دايت، بسكويت دايت. ممكن عشان اخفف حده الايس كريم زي ما انا جايبه كده يبقى بالزبادي. اوكي، عشان يبقى الزبادي خفف شويه من قيمه السكريات الموجوده في الايس كريم. وعندي هنا الشوكولاته الدارك ال 70% اللي احنا دايما بنقول عليها احنا، بس بنلغي كده اهي دي. طبعا ما فيهاش حاجه خالص. طيب حلوه، بس مش ناكل البار شوكولاتة. يعني ممكن ياكلها كوجبه على فكره لوحدها، مش ضروري يخليها يحل بيه. يعني ممكن احنا كل اللي هنعمله يا دكتور ان انا هاخد الايس كريم هنا احط بين البسكوتين واغرقه بالشوكولاته الدارك بس. كويس، مفيش حاجه، مفيش. طيب انا عايز حضرتك تتكلمي بس انت عايزه. بعد ما ناخد التليفون معانا مدام عايده. الو. ايوه السلام أهلا. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الدكتوره ممكن؟ اهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا بيك. اتفضلي. يا دكتور لو سمحتي، انا عندي كوليسترول. ايوه. وعندي من كام شهر عملت عمليه تحصوه في الكلى. فالحاجات اللي بتنزل الكوليسترول بترفع اليوريك اسيد بتاع الكلى. أيوة. وبعدين نتيجه ده كله انا جالي هيموجلوبين 10، فمش عارفه اعمل ايه. يعني الانيميا سؤال حضرتك ايه؟ سؤالي يعني الحاجات اللي بتنزل الكوليسترول بترفع اليوريك اسيد عندي. وحضرتك كام سنه؟ 60. 60 سنة. طيب انا هقول لحضرتك ايه حاجات نعملها ننزل الكوليسترول. حضرتك معانا؟ اوكي ماشي. انت حضرتك بتطبخي الاكل طبعا بزيوت. بزيت. وبنمنع طبعا، بنشيل كل الدهون اللي هي الجلده، الفراخ واللي على اللحمه والحاجات دي كلها. ووزن حضرتك كام؟ الو؟ ايوه. وزن حضرتك كام؟ وزن حضرتك كام؟ وزني 63. 66؟ ايوه. طيب تمام تمام اوكي. فحضرتك بنسمع حضرتك على اتصالك. والدكتور هتكلم حضرتك على الموضوع كامل دلوقتي. بس انا عايز اقول بس انا بعمل ايه. انا جبت بسكوتايه اهي، البسكوت ده موجود في السوق معمول بالقمح الكامل وصحي جدا ودايت. بناخد قطعه من الايس كريم، والايس كريم بيكون شويه طلع بره الثلاجه عشان يقدر يساعدني ان هو يفك معايا اهو. معلقه شايفين، وبفردها على البسكوتايه. موضوع سهل جدا وهيعجبكم قوي، وخصوصا الناس اللي هي بتحب الايس كريم والشوكولاته. ونضغط عليها كده بسكوتايه ثانيه ونبدا نسويها علشان خاطر نملى الفراغات الموجوده دي اهو. موضوع سهل جدا بس لازم تتاكل في ساعتها عشان الايس كريم هيسيح. وهنحطها كده على الشبكه وهنكرر العمليه لغايه ما نخلص. وبعد كده هنغرقها بالشوكولاته السايحه الدارك ونسيب الدكتور بقى تتكلم على الموضوع ده. انا خلاص كده الايس كريم، على الايس كريم وعلى الشوكولاته وعلى كله وعلى السؤال اللي جالنا. طبعا احنا عارفين ان الكوليسترول عالي في اللحوم الحمراء، هي اوريدي عشان اليوريك اسيد. انا ما باكلش اللحوم اللي هي الحمراء، اللي هي مثلا ورك الفراخ او البط والحمام والحاجات دي كلها ممنوعه من اللي عنده كوليسترول، وكمان لانها بتعلي كمان معايا اليوريك اسيد. فهي لازم تعمل ايه؟ لازم تشرب ميه كتير. نمره واحد، لازم تشرب ميه كتير. الميه كتير ان جاب لها حصوات في الكلى، اكيد الميه كانت برده بتشربها قليله، لان هي وزنها مش كتير ان هي يبقى عندها عالي كوليسترول او ان هي بتاكل بدهون. فلازم تشرب ميه كتير، دي نمره واحد، لان الميه الكتير ديت بتساعد بتنقي الجسم وبتنقي كل الاعضاء الجسم، بتخليها ان هي تتخلص من اي فيه سموم، سواء اليوريك اسيد العالي سواء الكوليسترول العالي. لازم تشرب ميه كتير، ولازم الاكل الهيلثي طبعا، دي حاجه مهمه قوي. والحاجه المهمه الثانيه قوي الرياضه، لازم ان هي تمشي على الاقل 3 مرات في الاسبوع او تمشي نص ساعه في اليوم. وهي وزنها مش كتير سنها برضو ما نقولش ان هو سن كبير، ان هي لازم تمشي على الاقل في اليوم نص ساعه. كل ده هيحسن وظائف الكلى حتى بتاعتها انها تشتغل وما يجيش تاني الحصوات. نعم تمام. طيب نتكلم بقى على موضوع الايس كريم اللي انا كنت بتكلم عليه. وفي حاجه منتشره اليومين دول هي موضوع السكر، مرضى السكر، العلاج بالخلايا الجذعيه. ايه موضوع الخلايا الجذعيه ده؟ هنشوفه ان شاء الله بس بعد ما نستأذنكم. هناخد اخر فاصل ونرجع.